كان يا مكان في قديم الزمان كان في سؤال محير ناس كتير قوي، هل هي مربية أطفال ولا مصورة عالمية؟ اتولدت فيفيان موير سنة 1926 في الولايات المتحدة، وبالأخص في ولاية نيويورك. كانت فيفيان بتقضي معظم طفولتها في ان هي بتتنقل مع عائلتها ما بين الولايات المتحدة وما بين فرنسا. لما كانت فيفيان عندها 4 سنين كانت مامتها بتشتغل كمصورة محترفة، واخيرا سنة 1940 قررت عائلة فيفيان ان هم ينقلوا حياتهم كلها لولاية نيويورك. لما كانت فيفيان عندها 30 سنة قررت ان هي تعيش في ولاية شيكاغو وتشتغل كمربية اطفال. الفكرة هنا ان فيفيان اشتغلت لمدة 40 سنة كمربية اطفال، ودي مدة كبيرة جدا. تخلينا نجاوب دلوقتي على سؤالنا ونقول ايه، هي مربية اطفال مش مصورة محترفة، ولكن هنكمل بقية القصة. فيفيان لما كانت شغالة كمربية اطفال معظم الناس اللي هي اشتغلت عندهم قالوا ان هي كتومة، ما كانتش اصلا بتتكلم مع الاطفال اللي هي كانت بترعاهم اصلا. من ضمن الحاجات اللي كانت فيفيان بتحب تعملها، وهي كانت بتحب المسرح جدا، كانت بتحب السينما، وتعلمت اللغة الانجليزية اصلا بسبب المسرح. كانت من ضمن الحاجات اللي بتحب برضو تعملها ان هي تتمشى في شوارع شيكاغو وتصور بالكاميرا الرول فليكس اللي هي على طول معلقاها على رقبتها. من الحاجات الغريبه اللي فيفيان كانت على طول بتطلبها من الناس اللي هي بتشتغل عندهم، انا عايزه اوضه لوحدي وعايزه اقفل الاوضه دي، ويا ريت ما حدش يخش الاوضه دي ابدا. كانت برضو بتطلب دايما ان هي عايزه اي ورق جرايد يخش البيت كانت عايزاه ليها، وما كانتش ولا بترمي ولا كانت بترجعه تاني. لحد ما في مره اثار فضول الناس اللي هي شغاله عندهم، هي بتعمل يعني ليه الاوضه دي ما تتدخلش، ليه ايه الجرايد اللي انت بتاخديها وما بترجعهاش دي. وقررت صاحبه البيت ان هي تدخل اوضة فيفيان وهي مش موجودة وتشوف الاوضة دي فيها ايه. لقيت ان الاوضة متكدسة بورق الجرايد لدرجة ان ما فيش اصلا مكان ان هي تمشي فيه او ان هي تعدي، اصلا اخرها ان هي تعدي من السرير لباب الاوضة على طول. ما بين سنة 1950 ل 1960 قررت فيفيان ان هي تلف العالم كله وتاخد صور للاماكن اللي هي راحتها، زي مثلا لوس انجلوس، مانيلا، بانكوك، بكين، شنغهاي، مصر، سوريا وايطاليا. ولكن في السبعينات رجعت تاني فيفيان ان هي تشتغل كمربية أطفال. ولما كبرت فيفيان ووقفت شغل ما بقاش عندها القدرة المادية ان هي تدفع ايجار البيت اللي هي قاعدة فيه، فقررت ان هي تبيع جزء من النيجاتيف اللي معاها والصور اللي هي مصوراها اللي هي عمرها ما وريتها اصلا لحد. ولما الاخين جانسبرغ اللي هي فيفيان كانت مربياهم من صغرهم عرفوا ان هي كانت محتاجة فلوس، قرروا ان هم يدفعوا ايجار المكان اللي هي قاعدة فيه. ولكن ده كان بعد ما هي اوريدي اساسا باعت جزء كبير جدا من الحاجات اللي هي مصورة. وسنة 2008 كانت فيفيان بتتمشى في شوارع شيكاغو كعادتها، بس للاسف اتزحلقت على الجليد وخبطت راسها، ومن هنا اتنقلت فيفيان للمستشفى بس للاسف ما تعافتش، وفضلت قاعده في دور مسنين لحد ابريل 2009 وهنا توفت. فاكرين الفتره اللي فيفيان ما كانتش قادره تدفع ايجار بيتها فقررت ان هي تبيع جزء من شغلها؟ بنفس الفتره دي 3 من هواه جمع الصور اشتروا جزء من اعمالها من مزاد علني، وهم جون مالف، راندي براو، ورون سلاتري. سنه 2008 قرر سلاتري ان هو ياخد الاجزاء اللي هو اشتراها دي ويعرضها على الانترنت، بس للاسف ما كانش فيه اي استجابات على الحاجات اللي هو منزلها من الناس. اما مالوف اشترى اكبر جزء من اعمال فيفيان، كان عنده تقريبا 30,000 نيجاتيف لان هو كان شغال على كتاب تاريخ عن الحي اللي هي كانت عايشه فيه، واشترى جزء من اعمال فيفيان تاني من مشتري كان في نفس المزاد، ولقى اسمها على علبته بس ما قدرش يعرف عنها اي حاجه غير ان هو كان كل ما يكتب اسمها على جوجل يلاقي ان هي توفت سنه 2009 في ابريل. قرر مالوف ان هو يعمل مدونه على موقع فليكر مختار جزء من صور فيفيان، بس المره دي كان في استجابات من الاف من الناس على الصور. في سنه 2010 اشترى جولد ستون جزء من اعمال فيفيان من راندي برو، واللي هو اصلا واحد من المشترين الاصليين. بعد ما جمع جولد ستون جزء من مجموعه فيفيان تقريبا المجموعه بقت بتشمل 17,500 نيجاتيف عن. وفي ديسمبر 2014 باع جولد ستون مجموعه فيفيان اللي معاه كلها النيجاتيف لمعرض ستيفن بلجر في تورونتو، ومالوف دلوقتي هو اللي بيدير مجموعه فيفيان ومعاه حوالي 90% من انتاجها. بعد وفاة فيفيان واكتشاف مجموعتها حصلت على الاهتمام الدولي واهتمام وسائل الاعلام، وابتدت اعمالها تظهر في المعارض وفي الكتب وكمان في الافلام الوثائقيه. وده يرجعنا لسؤالنا في اول الحلقه، هل فيفيان مصوره عالميه ولا مربيه اطفال؟ انا هسيبكم لضميركم، وخلي ضميركم ده يعمل لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش تدوني ارائكم تحت في الكومنت. خلاص عملت لايك هخش انام بقى، استنوني في حلقه جديده بحكايه جديده.